شعار الحب وبالرحمة بلسان واضح بيان. إسلام لجنته تدعو قلوب الناس إلى الرحمة، تبغي الخير لمن تدعو كي تنقذه من النيران، تهدي النور لمن تدنو كي تحمله إلى الإيمان. بشعار الحب وبالرحمة بلسان واضح بيان. إسلام لجنته تدعو قلوب الناس إلى الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحج والعمرة، وما أدراك ما الحج والعمرة. لجنة التعريف بالإسلام تسير كل سنة عدة حملات إلى الحج والعمرة، حملة للحج وعدة حملات إلى العمرة. أما ما يحصل داخل العمرة أو أثناء الحج فإنه أمر عظيم. أحياناً يبكي الإنسان عندما يستمع إلى بعض المواقف وتلك المشاهد لأناس ما رأوا الكعبة في حياتهم أبدا، أسلموا وسمعوا بهذا البيت العظيم، البيت العتيق، أول بيت وضع للناس للعبادة، بيت كان ينادي أبو الأنبياء إبراهيم الخليل، ينادي بالناس ويؤذن بالناس لحجه وزيارته. يذهب الناس إلى هذه العمرة، أغلبهم، الغالبية فيهم من المهتدين الذين أسلموا حديثا. نحن في اللجنة لا نأخذ الإنسان الذي أسلم مباشرة إلى الكعبة، لا والله، إلا بعد أن يدرس ويتعلم الإسلام ويتدرب على بعض الأمور حتى يكون مستعدا. تعرفون ماذا يحصل في الحج، تعرفون ماذا يحدث أحيانا في العمرة. إذا أسلم الإنسان مباشرة وذهبنا به إلى ذلك المكان ربما ينفر وربما لا يعي معنى تلك الشعائر. بعد أن يتجهز ويتأهل ويتدرب ويتخرج عندنا نذهب به إلى ذلك المكان. يقول أحد المهتدين، يقول: ما إن دخلت إلى الكعبة ورأيت ذلك المشهد والناس يطوفون حول البيت، كل واحد من جنسية معينة، الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، الغني والفقير والصغير الكبير، كلهم لباسهم واحد، شعارهم واحد، هدفهم واحد، كعبتهم واحدة، قبلتهم واحدة، يسيرون باتجاه واحد. لما رأيت المنظر بكيت وقلت: سبحان الله، ما جمع هؤلاء إلا رب البشر. وأذن في الناس، الله يقول لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون وعلى كل ضامر، منهم من يركب دابة، سيارة، طائرة، باخرة، حيوان، ومنهم من يمشي على قدميه. كل الناس تأتي من أفواج الأرض، الأفواج تأتي من أنحاء الأرض جميعا بكل اللغات وبكل الألوان، قبلة واحدة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول المهتدي: والله ما إن رأيت المنظر إلا وبكيت. أحد المهتدين يقول قصة أخرى، يقول: تمنيت أن أطوف بالبيت وأن أجلس عند الحجر وأن أسجد لله في ذلك المكان، ولا أخرج من هذا البيت إلا ويقبض الله عز وجل روحي. ثالثة، عملنا معها لقاء إذاعة الكويت على الهواء مباشرة في أيام الحج قبل سنة أذكرها، لما تكلمت بكت هذه المهتدية التي أسلمت حديثا، وهي تبكي وتقول، توجه رسالة إلى أختيها اللتين لم يسلما، تبكي وتقول لهما: أسألكما بالله أن تسلما وأن تأتيا إلى هذا المكان. تقول: قد وجدت ضالتي، وجدت سعادتي، وجدت الذي كنت أبحث عنه طوال حياتي في هذا المكان. تطلبهم وتستغيث الله، تستغيث الله عز وجل أن يسلم ويدخل في الإسلام. آخر، زرتهم أكثر من مرة وجلست مع الحملة، حملة لجنة التعريف بالإسلام، وهي تذهب إلى ذلك المكان المقدس والبقعة الطاهرة.
الحملات الثانية الواحد يذهب إلى الكعبة يا الله يا الله في الحج خاصة يطوف ويرجع إلى الشقة يرتاح، بعضهم ما يطوف إلا الإفاضة والوداع أو الطواف الواجب أو السنة بس. أما أولئك كل يوم، بعضهم كانوا يقولون نريد أن نذهب إلى الفجر ولا نرجع إلا عند صلاة العشاء، لا نريد أن نرجع إلا عند صلاة العشاء. ليش؟ يقولون نحن نعيش في سعادة لا نريد أن ننقطع عنها وأتم الحج والعمرة لله. إي والله إنها شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مشروع الحج والعمرة للمهتدين قائما منذ زمن طويل ومستمر بإذن الله عز وجل بمساعدات الصالحين. أسأل الله جل وعلا وأن يثبت قلوب المهتدين على طاعته. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشعار الحب وبالرحمة بلسان